نتكلم عليها برضه، وتاريخها ونظامها ايه وسعرها والكلام ده كله، ونعرف العملات دي بتعمل ايه، والعملات دي موجودة وشكلها جميل جدا. والله يعني مش عارف، كله مستعجل على بيعة العملة، وكله مستعجل على، والله لو تعرف تاريخ العملة وتعرف العملة دي معاك تستخسر تبيع. وبعدين يا سيدي انت زعلان ليه؟ انت لو ما بعتهاش، ما انت احفادك هيبيعوها، ابنك هيبيعها، بنتك هتبيعها. النهارده ديت مثلا ب 200 جنيه، شوف بقالها مثلا 50 60 سنه او 100 سنه. طيب لما حفيدك يجي ويبقى عنده مثلا، معلش 50 سنه، يبقى لها مثلا 200 سنه، شوف هتسوى كام؟ ام 200 300 جنيه هتسوى الوفات ساعتها. فانت زعلان ليه؟ ما تزعلش، العمله اللي بتاكلها بتشرب معانا من زمان، ايه المشكله؟ كده كده هتجيب سعر كويس وهتبقى كويسه جدا، فمحدش يقلق يعني. ده اللي انا اقصده. ديت ال 10 قروش دي، الصقه الوحيده اللي 10 قروش باسم السلطان فؤاد بتاريخ 1338 هجريه 1920، سقط في برينجهام انجلترا. النقش واجه العمله اطار مزدوج بداخله نقش عباره عن السلطان فؤاد بخط ناسف، نسخ متداخل واسفل الاسهم، التاريخ الهجري 1335، وهو عام توليه الحكم. عام توليه الحكم يا جماعه. الظهر طبعا الاطار بتاعه مزدوج، والداخل نقشه السلطانه المصريه بخط النسخ المتداخل، وفي الوسط القيمه بارقام كبيره وحروف بالعربيه والانجليزيه، وفي الاسفل التاريخ الهجري والميلادي، تاريخ صك العمر. السنه اللي هي الهجريه طبعا 1338، السنه الميلاديه 1920. المعدن فضة عيار 833، الوزن 14 جرام، القطر 33 ملي، الشكل دائري، الحافة مشرشرة، الكمية المصدرة حوالي من 400,000 إلى 500,000 قطعة. تمام. العملة ديت بتعمل كام فلوس عشان نبقى عارفين؟ العملة دي يا جماعة ممكن تعمل من 400 جنيه 300 جنيه، ممكن توصل 500 جنيه، وممكن تعمل من 1000 جنيه ل 1500 جنيه بحالة الأنصر بدون أي عيوب نهائي من أي نوع. والعملة دي يا جماعة لو العملة دي مقيمة في شركات التقييم بتوصل من 1500 جنيه ل 2000 جنيه وتزيد كمان. ده لو مقيمة، ولكن التقييم طبعا بيبقى بفلوس كتيرة، دولارات وبتاع، وتبعت العملة بتاعتك، والعملة بتجي لك مقيمة بشهادة وبتاع، وبتيجي في علبة بلاستيك من اللي أنتوا بتبقوا تشوفوها دي. طبعا بتخلف كتير وبتفرق كتير طبعا، وممكن تخش بقى مزادات طبعا على المواقع الاجنبيه وموقع اي باي بالذات والكلام من ده، وبتتباع يعني هوي معلش. ولكن انتوا ما اقدرش اتكلم في العمله ان انتوا تقيموا او ما تقيموش، دي عمله ترجع لك انت، ولكن ما تزعلش على عملتك. عملتك كده كده هتجيب فلوس، ما جابتش دلوقتي هتجيب فيما بعد. والله والله تعرف قيمه العمله، الواحد حتى يستخسر يطلعها من بيته ويستخسر يبيعها. يعني العمله ايه اللي انا ابيعها حتى ب 100 جنيه ولا 200 جنيه؟ هي ال 200 جنيه احسن من العمله؟ لا والله، العمله احسن عندي من 1000 جنيه. بس طبعا كل واحد حر في عملته، كل واحد كده يعني. فالعمله دي يا جماعه جميله جدا، يعني حتى شكلها روعه. يعني اقول لك ايه؟ يعني والله حفيدك ممكن يجي هو اللي يبروزها ويحطها كده برواز، ويحطها كده في شقته، وتبقى شكلها جميل جدا، ويحافظ عليها عننا احنا. احنا عايزين نبيعها وخلاص ونخلص منها. ليه يعني؟ هي معلش ال 100 جنيه ولا ال 200 جنيه اللي هيجوا فيها ما هماش احسن من العمله اللي عندي؟ لا ابدا والله. هنبدأ في السؤال بتاع كل يوم طبعا. أسئلة النهاردة كويسة جدا. ما هي أول سؤال؟ ما هي الكلمة التي تقع، ما هي الكلمة التي تقع في منتصف أي نصف القرآن، اللي بتقع في نصف القرآن بالضبط هي إيه؟ وفي أي صورة منه؟ وفي صورة إيه؟ كلمة بتقع في نصف القرآن بالضبط وفي صورة إيه؟ اللي يعرف طبعا، ودي معلومات جميلة جدا ودينية ونستفيد يعني. السؤال الثاني، هي كل سؤال يعني إجابته بسيطة جدا، كلمة واحدة. من هو الذي ولد قبل أبيه ومات قبل أمه ودفن في بطن جدته؟ تمام. من هو